اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون، جمهور النادي الاهلي. اللقطه بعد المباراه واللقطه، ايوه هي اللقطه دي. اللاعبين طبعا في البدايه، حسام عاشور اول ما الحكم صفر، الحكم السيء جدا جدا، اول ما صفر جه حسام عاشور راح من نادي اللعيبه كلهم، وقفوا اتكلموا مع بعض جوه ارض الملعب. اكيد حسام عاشور كان ليه بعض الكلمات الهامه جدا بما انه قائد للفريق، واكيد يعني بديهيا ممكن الكلام في ارض الملعب ان خلاص يا جماعه احنا عملنا اللي علينا النهارده، بس عايزين نركز في اللي جاي في بطوله الدوري في بطوله الكاس. بعديها طبعا جمهور النادي الاهلي الكبير اللي كان متواجد النهارده واللي آزر الفريق من اول دقيقه لاخر دقيقه، رغم ان انت خلاص يعني جت الاوقات الاخيره من المباراه كانت الامور صعبه والامان خلاص تبخرت تماما يعني، لكن كانوا بيشجعوا اللاعبين، وبعد نهايه المباراه نادوا على اللاعبين كلهم عشان يجوا يحييهم، وده المنظر ودي اللقطه الرائعه، وده شيء مش هتلاقيه في انديه كتير جدا غير في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم. يعني لقطه رائعه جدا وهنقف عندها اكيد كتير جدا ومش هتتنسي يعني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي واللاعبين. صفحه وخلصت، ركز في اللي جاي، ركز في مباراه بيراميدز ان شاء الله تاخد 3 نقاط مهمه، تبقى خدت خطوة مهمة جدا في بطولة الدوري. هيبقى عندك ماتشات كتير خلاص خلال الفترة الجاية، مفيش أفريقيا، هتلعب على بطولة الدوري لحد لما تشوف موعد بطولة كأس مصر، أيضا كمان هتكون بطولة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. تخرج من بطولة أوكي، فكر في غيرها وفكر إن أنت إزاي تسعد وتعيد الابتسامة على وجوه جمهور النادي الأهلي اللي يستحق هذه الابتسامة والفرحة بكل تأكيد. يعني أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، وفي الحقيقه جمهور النادي الاهلي بيثبت وفائه وانتمائه الكبير جدا بالنسبه للفريق. بالمناسبه يعني في هاشتاج اسمه مع الاهلي حتى المده، خلاص متصدر او الاكثر تداولا على تويتر دلوقتي، وده بيثبت مدى انتماء وعشق جمهور النادي الاهلي لناديه، ودي المواقف اللي اكيد مش هتتنسي ومواقف اكيد مهمه جدا بالنسبه للنادي الأهلي من قبل جمهوره العظيم. إن شاء الله بإذن الله صفحة وخلصت ونركز في اللي جاي، وده الأهم بالنسبة لفريق النادي الأهلي. لو في أخطاء فنية من مستر لاسارتي، أكيد في أخطاء فنية لازم يعالجها بسرعة، وهو في الحقيقة مقصود التركة بتاعت الكوتش كمدير فني بيدير المباراة. نتمنى ان هو يتدارك اخطائه خلال الفتره اللي جايه، نتمنى من لاعيبه النادي الاهلي ان هم يتداركوا اخطائهم خلال المرحله اللي جايه، لان اكيد جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود النهارده واللي كان بيدعي لهم النهارده من خلال اللي بيتفرج على التلفزيون وكل جماهير النادي الاهلي يستحق بصراحه اداء افضل من كده، ويستحق نتائج افضل من كده، ويستحق بطولات كتير جدا بالتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله تكون نصيبنا السنة الجاية، وبإذن الله الأمور تسير بشكل جيد. النهارده مستر لاسارتي بعد المباراة